السلام عليكم البنات، معكم لطيفة من قناة Everything with Lola. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة من المطبخ المغربي. هاد الوصفة مكونات جدا بسيطة متوفرة بجميع المطابخ المغربية وبطريقة تقديم اللي ممكن تبهري بها الضيوف ديالك. هاد السلطة هي سلطة القوق أو الأرديشوكي مع الخضار. تعرفوا على مقادير الوصفة. بسم الله على بركة الله. المقادير غادي نحتاج القوق أو الأرديشوكي. القوق أنا سبق لي أغسلته مزيان وقسمته على جوج وكنسلقه في ماء مملح مع طريف ديال الحامض هذا الشكل. غادي نحتاج شوية ديال الخضار مخلطة مسلوقة في ماء مملح، الخضار مقطعة مكعبات. عندنا شوية ديال الجزر خيزو، شوية ديال البطاطس، وشوية ديال الجلبانة البازيلا. غادي نحتاجو إبزار، وغادي نحتاجو المايونيز. هذه هي المكونات. نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نديروها نقومو بخلاط هذه نخلطو هاد الخضرة هذه مع المايونيز. نديرو المايونيز، ملعقة مايونيز صغيرة. ممكن نديرو اكثر على حساب واش كتحبوا المذاق المايونيز بزاف ولا شويه. وطبعا هاد الكميه ممكن تضعفوها، انا درت غير شخصين بحيث انه يكون مرافق لطبق رئيسي بين السلطات المرافقه الاطباق الرئيسيه كالحوت مثلا. ديروا جونغ نصف قوقة أو نصف أرديشوكي لكل شخص. من بعد ما خلطنا الخضر ديالنا غادي نجيو لهنا القوق ونحاولوا نقيوه بهذه الطريقة. طبعا بحال هذا الشكل كنحيدوا له هذا الشوك ديالو وكنحيدوا شوية من هذا من هذاك الدخلاني ديالو باش نلقاو فين نعمرو الخضره. بهذه الطريقه ندوزو للثانيه حتى هي كان يعني راكم عارفين القوق ملي كيتسلق كيولي فتي بزاف. الوغ كنديرو غير بشويه بشويه باش ما يتفرتتش لينا ونعاونو من هذه الجهه. ممكن نديرو سكين ولا ممكن نديرو فرشيطه، تعاونوا بيديكم باش ما يتفتتش ليكم. هكذا كيجي ساهل باش نحيد. خلاص من بعد ما خويناه بحال هاد الطريقه هذه بحال هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، غادي نجيبو هاد الخطيره ديالنا اللي حنا خلطنا من قبل وغادي نعمرو بها هاد القوق هذا بهاد الطريقه. الا شفتو ما كياخذش، الا بغيتو ديرو كميه اكبر، ما حنا هاد الخضره نورمالمون كنديروها باش ناكلوها او ميم طون تزيين. الا بغيتو ديرو كميه اكبر كتزيدو تحيدو كميات اكثر من القوق، من وريقات ديال القوق الارديشوكي. نديرو بهاد الطريقه هادي. هاد السلطه كتجي لذيذه بزاف لان اصلا القوق لذيذ، وطبعا مع المايونيز كيجي ألذ وألذ، والخضار وحتى طريقه التقديم ديالو كيجي جميل. في بلاصه ما ديروا القوق بوحدو وديروا هاد الشريده ديال الخضره حداه بوحدها، فحنا كنديروه بهذه الطريقه كتجي جميله وبسيطه ومكونات كيف قلت لكم من قبل متواجده بجميع المطابخ. كلنا عندنا خضيره في الدار، شويه ديال الخيزو شويه ديال البطاطا كلنا كنتوفروا عليهم. دونك الى هنا كتنتهي الوصفه ديالنا. هاد الوصفه ديال طبق الارديشوكي او سلطه الارديشوكي القوق بالخضار بطريقة جميلة وبسيطة وفي متناول الجميع. إلى عجبتكم هاد الوصفة ديروا اشتراك، ديروا جيم
ديروا جيم وتشتركوا في القناة ديالي للمزيد من الوصفات. شكرا.